افتتح محافظ مطروح خالد شعيب معرض أهلا رمضان بمدينة مرسى مطروح، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم. وتفقد محافظ مطروح أجنحة المعرض والتي تتضمن مختلف السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات بأسعار مخفضة تصل إلى 20% عن أسعار السوق. النهارده نفتتح المعرض رقم 3 في مرسى مطروح، ويعتبر رقم 26 على المعارض اللي افتتحناها في مراكز ومدن المحافظه الثمانيه. زي ما احنا شايفين النهارده المعرض يعني متنوع. طبعا انا سبب المشاركه ان يعني لقيت ان الموضوع فيه مساهمه ومساعده للاهالي، وطبعا عشان نساعد الناس في غلو الاسعار وكده، وخصوصا احنا داخلين على شهر مفترق، شهر رمضان الكريم. كل حاجه موجودة ومتوفرة من البقوليات كلها، ومن الرز ومن السكر ومن الدقيق ومن كل حاجات رمضان كلها اللي موجودة. فبصراحة الأسعار تلاقيناها فعلا رخيصة. أنا بشوف إن المعارض دي بتبقى فرصة حلوة قوي لمتوسطي الدخل إن هم ييجوا يشتروا حاجاتهم، خصوصا في رمضان أو في المناسبات. بتبقى فرصة حلوة للناس تجيب كميات تحطها عندها.